اللي تم فيه شخصي مصطفى العلوي، وأدعو الله لكم بالتوفيق، وتنعتبر هذا التكريم هذا هو تكريم ليا وتكريم الجميع الصحفيين وجميع المواقع ديال التواصل اللي سيرت معايا هذه المسيرة ديالي اللي فيها الجديد وفيها القديم وفيها إن شاء الله اللي غادي يسيروا معنا المسيرة. تنقدر هذه المناسبة هذه لأنها جات متزامنة مع واحد اللحظتين فارقتين في التاريخ المغربي اللي هي الذكرى ديال تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، وثانيا أننا نقيم هذا الحفل وكننظموه في مسجد الحسن الثاني. وما أدراك ما الحسن الثاني؟ الحسن الثاني ملك عاش عظيم ومات عظيم. هذا حضور تيزيدني اعتزاز وكيزيدني امتنان، لأنني كنحس على أنني ماشي بوحدي ولكن مع واحد التلة من الإخوة المناضلين على مواقع التواصل الاجتماعي، المناضلين على مستوى الجرائد وعلى مستوى الصحف وعلى مستوى الإعلام الرسمي والإعلام المحلي والإعلام الجهوي. فهذه نخبة الحمد لله بسم الله ما شاء الله، لأنه أنا قلت لك الانطلاقة كانت، ولكن الآن توسع المجال وكل خير وكل بركة. اليوم بهذه المناسبة الكبيرة وهي الاحتفال وتكريم مولاي مصطفى العلوي الصحفي المتميز، الصحفي الذي بصم المرحلة بإعلامه المتميز، الصحفي الذي أعطى للصحافة الرسمية معنى آخر، المبدع في البرامج، الصحفي الذي إذا تكلم نطق وإذا نطق أعجب به الجميع. اليوم هذا الرجل لا يستحق تكريم واحد فقط، وإنما يستحق العديد من التكريمات، لأنه رجل عاشت معه الأجيال الصحفية وعاش معه المواطنين وعاش معه المثقفين، وكان رجلا نموذجيا بالنسبة للإعلام، رجل لا يحسب على أحد، فهو للجميع ومع الجميع، ورجل وطني حتى النخاع، حفظه الله وأدام عمره. شي صحفي هو بالإنسان قوي جدا، إحساس، ثقافة، رؤية، كان فيه بزاف الامتيازات. ليالي للأسف ما جاوناش صحفيين بهذاك الشكل ديالو. فمصطفى العلوي كنتي كتسمعو كترتاح، كنتي كتسمعو كيبلغ لك الخبر كيف ما بغى يكون، حزين او السرور كتحس به. وبالاخص اللي اثر في المغاربه بزاف هو نهار موت الحسن الثاني الله يرحمه. كان شي حاجه اللي وصلت للناس، حسوا بها، حسوا بالاشنا هو القوة ديال هذاك الرجل، وشنا هو القوة ديال مصطفى العلوي في التبليغ وفي كما تنقولوا الحنكة ديالو، كيفاش كيدير الخبر أو كيفاش كيتقدم للناس. ف يستاهل أكثر من تكريم ويستاهل أكثر من احترام، لأنه موسوعة. ونتمنى هو يبقى مرجعية الصحفيين اللي غادي يجيو، لا اللي كاينين دابا ولا اللي غادي يجيو من بعد.